عز محمود شيف سكريتي سنتر لافايت. كلمني السكريتي مع ماضي ساعه و24 دقيقه، قال لي يطلع لي يجري. طلعت نلقاه طايح وش بيك، قال لي ضربوني. شكون؟ قال لي فصعوا من هنا. تكلمنا السكريتي للزوطه ما خلطش عليهم، ابارامون راهم هما لابسين زوج بيبي جيرت وما خلطش عليهم. واحد عنده ساك في ظهره والاخر ما عنده حتى شيء. معناها الزوز هذوما مرتاحين معناها؟ اي عاملين لحيه لابسين جبايب بيض. هو سكريتي كيكلم الاول لاني يحل في البولونه، الثاني يضربه بعصا على ظهره وفصل. يحل في البولونه نتاع شنو؟ حل في البولونه نتاع الشوديره هذه اللي تلم الهواء الكل وتخرج من بعد صافيها، تلمهم السونتر من بعد تخرجوا. والحضور الامني تو كان على عين مكان معناتها ما الحضور الامني تشوف كثافه، فتشوا عملوا عمليه تمشيط كامله.